السلام عليكم، شو اخباركم؟ مثل ما تشوفون العنوان، اليوم نشتغل على سيلفيا. المود بيكون هو مو مود، عندنا الجيج مثل ما تشوفون خربان فبنصلحه، فبنرويكم ستيب باي ستيب شلون تصلح الجيج. وهي كومن بروبلم تستوي في اي سيلفيا او بالاحرى اس 14 فالون. قبل ما نبتدي حبيت اوريكم ابديت. يس يس يس، هاي الابديت مالنا تسجلت، باقي 7 ايام اقوم خلاص ان شاء الله. ان شاء الله قريب نبتدي على البروجكت، ان شاء الله كل شيء يكون اوكي ويزد، واقوم تشوفون مور محتوى حلوه ذي. اوكي بدر زين، فمحتوى ازيد على ال 350Z. راح نبتدي في ذي، نقوم نفلل الجيج. زين، قبل ما تبدي في بلوط لازم نبطلهم هنا 1 2 3 4. زين، وهاي نبطل الكفر، عقب ذي الكفر، عقب نوصل داخل حق هاي الكفر الوسطي اللي هو ذي، نوصل له مو مجرد كليبات مياود، عقب الجيج نوصل له. الحين شلنا البلاستيك الفوقية، الحين يبقى ليش 2 more bolts، got ones and twos، هاي نبطلهم، عقب إن شاء الله بنقدر هاي نسحبه برا. أيوه بسم الله. أيوه ينزل. اوبا. ايوه يلا شوي بيطلع. ايوه اوكي طلع. مجرد 1 و 2، واحده هني في بولت مني، و 3 ويطلع لنا الجيج. عقب نسوي ديسكونكت من ورا، عقب نخلص ان شاء الله. هاي اللي كنت بس مجرد احتاج اسوي. كاني هاي 1 and 2 ورا را 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 را. الحين هذه لازم ريسولدر نسوي الحين. يلا بسم الله. شوفه اوب، لوك ات ذات، مشير في الزيرو، طق سيلف. يا الله اوبا، وي هاف ا جيج شباب، عندنا جيج. يو استوى المشروع. حيدر ارد راكب كل شيء. So the trick is solder everything. تجري الشيء اللي سويته ما كان وايد واو شيء، بس اللي small details تعني وايد صراحة. يعني لها لذة هالديتيلز الصغار. يعني قبل الجيج مال بس يلعب هاللوجي يسوي لي، الحين يعني تحس انك قاعد تمشي شيء مرتب، شيء عدل، يعني مو اي كلام، عرفت شلون؟ مو بلوس. طبعا موتر ما بيكون ستوك، يعني طول الوقت there will be some upgrades modifications. ان شاء الله يعني انا فوريتكم، ان شاء الله استمتعتوا، فنشوفكم مره ثانيه في حلقه ثانيه. الى اللقاء، باي.